هلا، اليوم راح نسوي خبز الفوكاشيا الإيطالي، كلش طيب. مكوناته هي 4 أكواب طحين، ملعقة كبيرة خميرة، ملعقة كبيرة ملح، ملعقة كبيرة سكر، وربع كوب زيت زيتون، وكوب وربع حليب دافي. نبدي نعجن العجينة مالتنا لحد ما تنعم وتتماسك. نبدي نحط شوية زيت زيتون ونترك العجينة به لحد ما تتخمر ويتضاعف حجمها. نتركها لمدة ساعة كاملة لحد ما تتخمر. بعد مرور ساعة نبدي نعجنها مرة ثانية فد دقيقتين ثلاثة مو أكثر، ونغلفها ونتركها بالثلاجة ليلة كاملة. ثاني يوم نطلعها هي بهالشكل، ونبدي ناخذ صينية نرشها بزيت زيتون بشوية زيت زيتون، ونبدي نمد العجينة مالتنا بهالشكل هذا. بعدين نغطيها ونتركها تقريبا 20 دقيقة ترتاح. هسه نبدي نشكلها بصابعنا بهالطريقة هاي. ونبدي نحشيها بالطماطة وزيت الزيتون وأي شيء أنتو حابين، ريحان، أي أعشاب حابيها. أنا قليت باذنجان وممكن نقلي بصل. أوريغانو، روزماري، وزعتر. بعدين ندهنها بزيت زيتون. ونتركها ترتاح فد نص ساعة. نرش على الوجه بعد نص ساعة، نرش على الوجه زيت زيتون وندخل الفرن حامي. وهذا شكلها. ألف عافية.